أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الثامن في سلسلة أفلا تذكرون. نعيش في كل لقاء مع حقائق تتجلى من حولنا ربما نغفل عنها، نحاول أن نعطي في كل لقاء تذكرة. فالله تبارك وتعالى يقول: فذكر، ويقول أيضا: إن الذكرى تنفع المؤمنين. فلذلك أيها الأحبة، اليوم أحببت أن أتأمل معكم الظواهر الاجتماعية التي نعيشها اليوم. عندما نرى ظواهر غريبة لم تكن مألوفة في الماضي قبل مئات السنين، نراها تكثر، مثل عقوق الوالدين، الزنا، الأغاني والفواحش، شرب الخمر إلى آخره. هذه الظواهر لم تكن موجودة بهذه الكثافة التي نراها اليوم. هذا إنذار أيها الأحبة، إنذار نبهنا إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة، ليقول لنا: انتبهوا، إذا حدثت هذه الظاهرة فينبغي أن تدركوا أن يوم القيامة قريب. يعني مثال: كم من ابن يعق أبويه؟ يعني بر الوالدين أصبح شيء نادر جدا. قد يكون لديك 10 أولاد، ربما تجد واحد بار أو ربما لا تجد. ظاهرة نادرة، أصبحت الظاهرة العامة عقوق الوالدين. أيها الأحبة، حديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: عن علامات يوم القيامة، حدثنا عن علامة إذا شاهدناها ندرك أن القيامة قريبة، فينبغي أن نستعد للقاء الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه. يكفي اليوم أيها الأحبة أن ندخل إلى أي محكمة من محاكم المسلمين لنرى العدد الهائل من الآباء، من الأقارب، مشاكل كلها تتعلق بالأولاد والآباء والأقارب. قد تجد ابنا يضرب أباه وقد يقتله، وهذا يحدث كل يوم نراه. هذه الظاهرة لم تكن مألوفة في الماضي. مشاكل الطلاق بين الرجل وزوجته، بين الرجل وأمه، مثل هذه المشاكل لم تكن موجودة بهذه الكثافة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه حذرنا وربط ظهور هذه المشاكل بماذا؟ بيوم القيامة. فالباحثون أيها الأحبة في هذا المجال يؤكدون ازدياد ظاهرة عقوق الوالدين. هذه ظاهرة عالمية، ليست فقط في الدول العربية أو الإسلامية، بل ظاهرة عالمية. وبما أن النبي ربط عقوق الوالدين وكثرة العقوق وكثرة طاعة الرجل لزوجته على حساب أمه، ربطها بيوم القيامة، فمعنى ذلك إذا شاهدنا هذه الظاهرة فينبغي أن نعلم أن القيامة ستكون قريبة. ربما اليوم تسمعون بأسماء كثيرة للخمر:
الفودكا، البيرة، الويسكي، الكذا الكذا، أسماء ومسميات كثيرة، ولكن كلها تخامر العقل وتذهب العقل وتسكر. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله يقول: لتستحلن طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. هذا إنباء بظاهرة لم تكن معروفة. يعني في زمن النبي أيها الأحبة الخمر خمر ليس لها أسماء، فأصبحوا اليوم يسمونها بغير اسمها. وربما هناك مشروب خطير يروج، يصنعون زجاجات شبيهة بزجاجات الخمر، والكتابات عليها شبيهة بالخمر، والطعم شبيه بالخمر، واللون شبيه بالخمر، والرائحة شبيهة أيضا، ويقول لك إنها خالية من الكحول وهي حلال. هذه من أخطر الفتاوى التي ينبغي أن نحذر منها أيها الأحبة. لا يغرنكم أن يأتي من يقول هي حلال أو غير ذلك، لا، لأنك ما دمت أنت تتقمص أن المشروب الذي أمامك يشبه الخمر ويسمى بغير اسمه ولو كان خاليا من الكحول، فإن هذه بداية الإدمان على الخمور. يعني يحاولون أن يحببوا لك الخمر بالشكل والصورة والطعم واللون والرائحة وغير ذلك، ويقولوا لك هي حلال. طبعا بعض الجهلاء، لا يوجد عالم يستطيع أن يقول إن هذه المواد التي تصنع حديثا شبيهة جدا من حيث الرائحة والطعم والكذا بالخمر، ولكن ويسمونها بغير اسمها، ثم يقولون لك إنها حلال، ليس فيها خمر، ليس فيها كحول. القضية ليست قضية كحول أو عدم كحول، القضية أيها الأحبة أنك أنت عندما تتناول هذا المشروب وأنت تتخيل كأنه شبيه بالمشروبات التي تذهب العقل، فأنت تحبب إلى قلبك شرب هذه أو تألف هذه المشروبات. فمن الخطر خصوصا على الشباب أن يتناولوا مثل هذه المشروبات، لأنها ستقودهم خطوة خطوة إلى شرب الخمر أو على الأقل تذوقها والانجرار إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. طيب، ماذا يعني أن نجد نبيا كريما في القرن السابع الميلادي قبل 14 قرنا يتنبأ بأن هناك شركات سوف تصنع الخمور وغيرها ويسمونها بغير اسمها؟ من كان يعلم ذلك؟ ثم إن النبي عندما قال هذا الحديث كان العرب قبل تحريم الخمر يشربون الخمر مثل الماء، فعندما يخبرهم بهذه الحقيقة التي نراها اليوم، ادخلوا إلى الإنترنت مثلا وستجدون آلاف المسميات للخمور، كلها خمر، آلاف المسميات. لتستحلن طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها صلى الله عليه وسلم. من أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحقيقة العلمية؟ طيب، اليوم أيها الأحبة إذا ضغطت على معظم القنوات الفضائية تجد الأغاني في الشارع، تجد الأغاني في العمل، تجد الأغاني في أينما توجهت على قنوات الإنترنت، اليوتيوب وغيرها، فيسبوك، أغاني أغاني. طيب، هذه الظاهرة لم تكن منتشرة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. في زمن الحبيب عليه الصلاة والسلام كان هناك يعني أماكن محدودة جدا ومعروفة للدعارة والخمر والأغاني والقينات، تسمى القينات هذه الأمور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه ابن ماجه رحمه الله: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. رأينا الكثير من الخسف يحدث اليوم،
والقذف هناك نيازك تنزل تدمر، ولكن بعدد محدود ولله الحمد، وربما هذه الظاهرة تكثر مع زيادة فجور العباد. طيب، قيل ومتى ذلك يا رسول الله، الخسف والقذف والمسخ؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا ظهرت المعازف والقينات. المعازف هي الآلات الموسيقية، والقينات هي الراقصات، أو نسميهم اليوم الفنانات. وانظروا معي إلى كلمة إذا، لم يقل إن، لأن كلمة إن في اللغة إن ظهرت يعني قد تظهر وقد لا تظهر، ولكن قال إذا ظهرت ستظهر حتما. ما معنى ظهرت؟ ما هو الظهور أيها الأحبة؟ ظهور شيء، يعني نحن اليوم بلغتنا نقول ظاهرة. متى تتحول قضية ما أو عادة ما إلى ظاهرة؟ عندما تتفشى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ظهرت المعازف والقينات، يعني إذا كثرت وانتشرت هذه الأغاني والفنانات وغير ذلك وأماكن اللهو والفجور. للأسف اليوم في بيت كل واحد منا هناك من خلال أجهزة الموبايل والإنترنت، من خلال الإنترنت والتلفاز، هناك للأسف يستطيع أن يشاهد القينات والراقصات والأغاني وغير ذلك، إلا ما رحم ربي. لذلك أيها الأحبة، عندما تشاهدون هذه الظاهرة وتجدون أن هذه الظاهرة انتشرت كما أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا يدل ذلك؟ يدل على أننا الآن في آخر الزمان، يعني هذه مرحلة آخر الزمان أيها الأحبة. طيب، قضية ثالثة اليوم أيها الأحبة، اذهب إلى 1000 صديق وحاول أن تقترض مبلغا، ربما لا تجد من يقرضك، حتى أخاك، حتى قريبك. لماذا؟ لم يعد هناك ثقة، لم يعد هناك أمانة. حاول أنت أن تقرض إنسان مبلغا، ما هو احتمال أن يرده إليك؟ أصبح الاحتمال قليلا، وكلما تقدم الزمن تقل الأمانة بين الناس، تقل جدا. طيب، هذه الظاهرة حتى في الجاهلية لم تكن موجودة. في زمن الجاهلية أيها الأحبة، كان الرجل مع أنه كافر ومشرك، ولكن كان مسؤولا عن كلامه، كان إذا اؤتمن على شيء لا يفرط به حتى لو دفع حياته ثمنا له. تصوروا، اليوم ضيعت الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب والله أيها الأحبة، رواه البخاري رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. عندما تشاهد أمامك أن الأمانة ضيعت، اذهبوا إلى المحاكم وتأملوا كم عدد القضايا التي فيها إساءة أمانة، نصب واحتيال. يعني أنت اليوم تتخذ كل الإجراءات والاحتياطات، وعلى الرغم من ذلك هناك من يغشك وينصب عليك ويسرقك وغير ذلك، لأنه لم يعد هناك أمانة. فالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني من أخبره بذلك؟ يعني كيف علم أنه في آخر الزمان ستحدث هذه الظواهر صلى الله عليه وسلم؟ يعني شيء عجيب والله أيها الأحبة، بخاصة أن هذه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالها عندما كان في وضع صعب، منها ما قيل في بداية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى عندما كان في المدينة عليه الصلاة والسلام كان الوضع صعب جدا، لم يكن لبشر أن يستطيع أن يتنبأ
بأن الأمانة ستضيع وأن الكذب سيكثر وأن الإنسان سيعق والديه وأن هناك ظواهر كثيرة مثل الأغاني والمعازف وكذا وأسماء جديدة للخمر، هذه أمور لم يكن أحد يعلمها أيها الأحبة. ثم إن النبي لم يكن متفرغا للإنباء عن يوم القيامة، كان منشغلا بهداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فلو لم يكن رسولا صادقا في دعوته والله لا يستطيع أن ينبئنا بمثل هذا، بل لا يشغل نفسه بذلك، يشغل نفسه بمتاع الدنيا، ببناء القصور، بالسلطة والأموال والشهوات، يشغل نفسه في ملذات الدنيا. أما إنه يأتي يحدثنا ويحذرنا من اقتراب الساعة كأنه يعيش بيننا اليوم أيها الأحبة، حريص علينا. يعني تصوروا هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله في حقه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا النبي كان حريصا على أمته نحن اليوم، يعني أنا وأنتم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي رحل عن هذه الحياة قبل 1400 سنة تقريبا، منذ ذلك الزمن كان حريصا علينا نحن اليوم ورحيما بنا، فأعطانا هذه التعليمات لكي ننتبه. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله، قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. يتباهى، تجد أن الإنسان اليوم كثير من الناس يزخرفون المساجد، يزينون هذه المساجد، بل يبنون هذه المساجد ليس للعبادة، قد يكون لا يصلي، بل يبنونها للتباهي، أنني أنا بنيت مسجدا، لا يبنونها لله. والله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. تنفق الملايين على زخرفة المساجد، مع العلم أن المصلي لا يريد أكثر من أن يدخل يصلي لله، ولا يريد أن يرى أشياء تذكره بالدنيا. ينبغي أن يكون المسجد مناسبا للخشوع ولتذكر الآخرة، فتجد أن هناك الملايين تنفق على، طبعا بيت الله يجب أن يكون نظيفا طاهرا أنيقا في أجمل شكل، ولكن ممكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما حدثنا عن أن قيام الساعة مرتبط، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، فهذه الظاهرة التي نراها اليوم هي دليل على صدق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ودليل على أنه صادق في دعوته. أخيرا أيها الأحبة، ماذا ينبغي علي أنا كمؤمن أو كمسلم أن أتخذ من رد فعل أو إجراءات عندما أسمع كلام هذا النبي الكريم وكأنه يصور لنا الواقع الذي نعيشه اليوم؟ هذه أحاديث، يعني كأن النبي يريد أن يرسل لكل منا رسالة. يقول: إذا، طبعا هي رسالة مزدوجة للمؤمن وللملحد، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول للمؤمن: انتبه، القيامة أصبحت قريبة، وهي لا تأتي إلا بغتة أيها الأحبة، القيامة أو الساعة لا تأتي إلا بغتة، لا تظن حتى أن العلامات التي ستظهر وهي تظهر كل يوم، هذه العلامات لن ينتبه لها معظم الناس، ستمر ولا ينتبهون لها، وستقوم الساعة بشكل مفاجئ بغتة. المؤمن يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ إجراءات احتياطات، يجهز نفسه للقاء الله تبارك وتعالى، في أي لحظة ممكن أن تموت، أن تنتهي أحلامك، ينتهي عملك،
تنتهي مخططاتك كلها وتجد نفسك أمام الله سبحانه وتعالى. فجهز نفسك، أو على الأقل خذ يعني إجراءات، استعد للقاء الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للملحد، هذه الأحاديث هي رسالة للملحد، تقول له انتبه. النبي عليه الصلاة والسلام لو كان كما تظن أيها الملحد كاذبا في دعوته، كيف استطاع أن يعلم بواقعنا اليوم؟ من الذي أنبأه؟ لماذا يحذرنا أصلا؟ فإذا هذه رسالة لك أيها الملحد، أن هذه الأحاديث تشهد على صدق هذا الدين الحنيف وصدق هذا النبي الخاتم الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نسأل الله تعالى أن يبصرنا وأن يرزقنا لقاءه عز وجل، فهو القائل: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبأي حديث